راموس راح ينفذ الفاول الان. كرة توصل في نص الملعب على طول. منتخب اليابان الكرة معاه في اللعب، ترجع لأربعة حول مر، لعبها في الأبدا بالجول، يرجع يخلصها حلوة، خالد يخلصها. توصل مرة ثانية أيضا ل كامل سعد، تلعبها قدام الجول في الشوط، إنما تطلع برا الملعب الكرة، ضربة ركنية الآن لمنتخب اليابان. 11 هذا كازايوشي الحقيقة هو اللي شاتها، وهذا المدرب الهولندي واضح في الصورة أنش وراموس. شوف لما هيئة لي كامل سعد هذا ياشيدا، وتهيئ لكازايوشي يلعبها، إنما تطلع برا الملعب ضربة ركنية. تاكومي يلعبها، توصل تلعب على طول قدام الجول، شيلها تلعب، ما في صفاره وفاول، في صفاره وفاول، في هاندبول، هاندبول 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 هاندبول، لمسه يد على 20 هذا تاكامايا، تاكامايا تاكومي، تاكومي الكره معاه في اللعب، توصل في نص الملعب مره ثانيه ايضا، ترجع له مره ثانيه رامس الكره الان مع رامس، يحاول يعدي من بخيت يلعبها على طول في اللعب، توصل هدمه رامس شوت اللعب، انما كرة تطلع برا الملعب ضربة ركنية الان لمنتخب اليابان. هجمة الحقيقة وانتو حلو اللعب، هل وانتو شايف لعبة الكرة وصلت لراموس على طول لعبها، انما صدت في المدافع وطلعت الكرة برا الملعب ضربة ركنية. هذا راموس شايف طبعا شكله مو ياباني، هذا برازيلي الحقيقة، تجنس كرة اللعب قدام الجول، حبه ارجع مرة ثانية، حصل الفريق الياباني في الأبدان الجول، تطلع الكرة برا الملعب ضربة مرمى لمنتخب الإمارات، ضربة مرمى لمنتخب الإمارات 7 واضح في الصورة. هذا مسامي اللي طالع مع الضربة الركنية، هذا المدافع مسامي، ومثل ما ذكرت بالنسبة لرامس اللي كان واضح قبل شوف العزم، العزم لما نطت الكرة ووصلت، ووصلت مرة ثانية أيضا لسبعة اللي لعبها مسامي، إنما جنب القائم الكرة طلعت برا الملعب ضربة مرمى. مثل ما 15 الحقيقة هذا راموس طبعا هو برازيلي، تجنس ياباني بحكم زواجه من يابانية، وبالتالي طبعا أخذ عليها الجنسية. الكرة اللعب توصل عبد الرزاق يلعبها على طول لعدنان الطلياني، نما كرة اللعب راموس يلعبها على طول في نص الملعب لكازايوشي، تلعب توصل مرة ثانية لتوتوجي، تتوجي على طول لتوشينوبو، تلعب ترجع مرة ثانية لمنتخب اليابان. كرة الآن معاه 14 خطرة قدام الجول، إنما حلوة حلوة تعدي منه، تعدي يجليها تيوشي. كرة اللعب توصل لمين؟ اللعب راموس توصلها مرة ثانية، إنما عبد الرزاق حلوة يشيلها من أمام رامس، رامس يلعبها ليه ناصر، اللعب توصل بخيس سعد من جهة اليمين، كرة مع بخيس الآن، هجمة الآن منتخب الإمارات، بخيس ممكن يشوت، يلعبها لناصر، ناصر ناصر اللعب توصل لمين؟ مين عليه على طول تلعب الجول؟ حلوه يا عبد الرزاق ابراهيم، حلوه يا عبد الرزاق ابراهيم الحقيقه بعرض الملعب تلعب على طول حطها يلعبها في الجول، انما اصبر جنب القائم تطلع برا الملعب ضربه مرمى. يا شيل ترجع لعبد الرزاق يلعبها لعيسى مير، كره معاه الان عيسى يلعبها على طول ايضا لعبد الرزاق ابراهيم، تلعب توصل يا لا لا حرام حرام يا صيني، حرام يا صيني، كرة الحقيقة وصلت عبد الرزاق، انما خيره في غيره يا اولاد، كرة اللعب توصل لرامز عن نهاية زمن الشوط الأول من المباراة، والتعادل الآن قائم بدون أهداف. كرة اللعب جول، الله 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 الله، كرة الحقيقة تلعب يا حرام، تلعب تلعب من ظهير بخيس يلعبها، من ظهير بخيس يلعبها على طول تصطاد في المدافع وتروح للمرمى الياباني، انما يشيلها حارس المرمى شيكي، هذا الحقيقة شيكي فعلا، شيكي في هذه الكرة فعلا شيكي، على طول شاله وحولها على طول برا الملعب ضربة ركنية لمنتخب الامارات. اللعب زهير يلعب، انما ايضا تطلع برا الملعب رامي التماس، اللعب رامي التماس، هجمة الان فريق الياباني، هجمة الان قدام الجول، حول نما برا الملعب ضربة ركنية لمنتخب
اليابان على شمال حارس المرمى محسن. شايف شايف هذا جوشي هو اللي حولها قدام الجول، انما كان حول حارس المرمى يبربر فيها الكرة تلعب على طول قدام الجول يرجع عشان توصل لراموس تلعب وصفر. سيداتي يا نساتي سادتي، حكم المباراة الصيني معلن نهاية الشوط الأول من المباراة. مرة ثانية سيداتي آنساتي سادتي أحييكم من استاد بينغو من هيروشيما وألتقي مع حضراتكم لأنقل لكم الوقت التفصيلي للشوط الثاني من لقاء فريق منتخب الإمارات الوطني أمام فريق منتخب اليابان الوطني ضمن فعاليات كأس أمم آسيا العاشرة المجموعة الأولى اللي تضم طبعا على وعلى الإمارات واليابان إيران وكوريا الشمالية. وطبعا اليوم كان يوم المجموعة الأولى بلقاء اللقاء الأولاني كان ضم إيران وكوريا الشمالية وانتهى بفوز إيران بهدفين إلى شيء. وطبعا اليوم إلى الآن هذا الشوط الثاني أو مع بداية الشوط الثاني من المباراة والنتيجة التعادل بدون أهداف بين منتخب الإمارات الوطني ومنتخب اليابان. جهز 14 نمات خطب حلوة اللعب جهة عبد الرزاق. عبد الرزاق يلعب على طول لزهير. زهير الكرة معاه يحاول يمر مغطي عليه المدى يلعبها حلوة لعبد الرزاق تلعب عبد الرزاق بالجول. حرام يا أولاد الكرة تلعب حلوة 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 مرسومة رسم 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 مرسومة أبدا مسطرة وقلم فعلا تلعب توصل على طول لعبد الرزاق إبراهيم لما لعبها لعبها بشماله فعلا لما الكرة طلعت برا الملعب ضربة مرمى. يرجع لما الفريق الياباني سادا يوشي يلعبها لتيوشي تيوشي الكرة معاه تيوشي شوت انما تصد الكرة في عبد الرحمن محمد وتطلع برا الملعب ضربة ركنية لمنتخب اليابان. شوف الإعادة هذا سادا يوشي شوف لما مشى فيها على طول وشاف انه ما تصد الكره في عبد الرحمن تطلع برا الملعب ضربه ركنيه لمنتخب اليابان. هذا ساسا يوشي كره اللعب على طول قدام الجول لعبها ترجع مره ثانيه الكره ايضا انما يرجع يشيلها مره ثانيه توصل لي زهير بسيط يحضر عليها ويتركها تطلع برا الملعب. رامي تماس رامي تماس لمنتخب اليابان. طبعا الفريق مثل ما قلت لك اليابان الحقيقه السنه القادمه راح تطبق الاحتراف بعشر فرق راح تحترف و28 لاعب اجنبي موجود الان في الدوري الياباني. تلعب الكره وهجمه الان الفريق الياباني راموس توصل يرجع خلصها توصل الفريق الياباني تطلع برا الملعب ضربه مرمى ضربه مرمى لمنتخب الامارات. وهذا خامس ياشيدا ومدرب الفريق هانس اوف الهولندي المتوعد لفرق هذه الدوره. كره اللعب توصل لعبد الرزاق يرجع حصل الفريق الياباني هجمه الان تيوشي الكره معاه فلعب عرض الملعب تلعب توصل مره ثانيه لعشرين توصل مره ثانيه ايضا يرجع يشيلها مره ثانيه قدام الجول توصل لمير طلعها برا الملعب رمي السماء رامي تماس لمنتخب رامي تماس لمنتخب اليابان. اللعب توصل لخالد اسماعيل عبد الرزاق يلعبها حلوه لزهير اول جول زهير جلال زهير جول الله حقيقة توصل من عبد الرزاق لزهير بخيس تتهيأ يلعبها انما ويرس مرجم بالقائم تطلع برا الملعب ضربة مرمى فرصة الحقيقة وانفرادة بالمرمى لمنتخب الامارات. زهير بخيس يلا يا اولاد برافو يا اولاد برافو يا اولاد هجمة الحقيقة فرصة اتيحت لمنتخب الامارات بانفراد زهير بخيس الان انما
تنحط الكرة برا الملعب ضربة مرمى. كازايوشي راموس هجمة الآن منتخب اليابان هجمة غدا بالجول في تحرك المرمى. برافو يا محسن، برافو يا محسن يا بطل حقيقة، برافو يا محسن على طول يشيلها محسن فعلا يحولها مرة ثانية أيضا والكرة تطلع برا الملعب. رامي التمام حلوة، أنا أتصور أسرع مباراة في البطولة الآن هذه المباراة الحقيقة الإمارات واليابان. كرة اللعب توصل على طول لعبد الرزاق، عبد الرزاق يلعبها جيد. قيس سعد ما أقرب للفريق الياباني. عيسى قيس سعد اللعب توصل لناصر. قيس سعد اللعب توصل لناصر، تلعب مرة ثانية ترجع لبخيت. هذه بخيت إنما للصفارة في فاول لمنتخب اليابان. منتخب اليابان الحقيقة لعب مع الأرجنتين خسر 1-0 ولعب مع ويلز خسر 1-0 وفي يظهر انذار، في انذار فعلا لناصر، في انذار لناصر خميس على اساس انه شاد الكره بعد الصفاره. فمثل ما ذكرت الفريق الياباني خسر من الارجنتين 1-0 ومن ويلز 1-0 وتعادل مع جيفنتوس مرتين 1-1 و2-2 فطبعا كانت مباريات اعداده لهذه البطوله. كره مع عيسى يلعبها لزهير، زهير يحاول يمر يلعبها زهير تلعب توصل عبد الرزاق شوف الجول انما ايضا ترجع من حارس المرمى على طول يشيل حارس المرمى الياباني شيكي. عدنان الطلياني شوف العادة العادة لما لعبت على طول زهير توصل لي عدنان يلعب انما يشيل حارس المرمى. كرة اللعب توصل جيد يلعبها توصل كم الجول عبانا ما الكرة تطلع برا الملعب ضربة مرمى لمنتخب الإمارات الوطن. راموس لعب على طول جهة تاكايا، تاكايا تلعب توصل لمنتخب اليابان الآن راموس أيضا توصل لي حلوة خالد اسماعيل لمة حلوة حلوة يا خالد يلعبها على طول تلعب لعبد الرزاق لما ترجع مرة ثانية الكرة أيضا لمنتخب اليابان تلعب قدام الجول 11 حاول يلعبها عبد الرزاق حلوة حلوة يا محسن يا محسن مصبح بطل كرة فعلا تلعب على طول من تسيوشي حصلها على طول داخل منطقة 18 يلعبها بكل قوة نما حلوة محسن أيضا أحلى الحقيقة على طول يحولها برا الملعب ضربة رسمية لمنتخب اليابان. بالخطأ ترجع الفريق الياباني الكرة الآن منتخب اليابان الكرة معاه تسيوشي لعب على طول يرجع يخلصها فعلا منتخب الامارات توصل على طول لعبد الرزاق ابراهيم تلعب لما ترجع لراموس لراموس راموس يلعب لما تلعب خطره قدام الجول حلوه يا هبيطه الحقيقه في اخر دقيقه يشيلها من امام تاكايا في اخر لحظه يحولها برا الملعب ضربه ركنيه لمنتخب اليابان. شايف شوف العاده هاي العاده لما حصلها على طول 20 تاكايا شايف هاي البدايه راموس يلعبها لي تاكايا داخل منطقه 18 على طول بيضه الحقيقه بكل ثقه وبكل قوه يحط ريله فيها على طول يحولها برا الملعب ضربه ركنيه وشايف راح يرفض الملعب بالسلامه ان شاء الله بالسلامه ان شاء الله. هذا راموس واضح في الصوره راموس يلعبها في الجول تصعد في العارضه
ترجع مرة ثانية الجود لما تطلع برا الملعب. برا الملعب ضربة مرمى لمنتخب الإمارات. خلاص تقريبا دقيقة وشوي باقي عن نهاية زمن المباراة. وشوف اللعبة، هذه اللعبة لما لعبت على طول حطها الحقيقة في مكان صعب، وأنا قلت لك اللعبة صعبة، حطها في مكان صعب وطلعت الكرة برا الملعب. ضربة مرمى، وأيضا أيضا منتخب الإمارات راح يغير لاعب سالم خميس سعد، ولا قاعد يتهيأ الآن يلعبها لعبد الرزاق. كرة معاه، هجمة خطرة عبد الرزاق، كرة معاه، يلا لخميس على طول حاول حطها بالجول. نما في راية يظهر، في راية وفي إنذار أيضا، وفي إنذار، في إنذار، في إنذار لخميس سعد. التعديل يقول لا تلعب بعد صفارة الحكم لأن في إنذار. لا لعب، لازلنا في الوقت بدل الضايع. كرة اللعب على طول توصل للمنتخب الياباني. انا ما ارجع اخلص منتخب الامارات واصفر. سيداتي يا نساتي سادتي، حكم المباراه الصيني معلن نهايه المباراه.